تعالوا نروح لتقرير مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ونشوف قال إيه في أو عن استضافة منتخبنا الوطني واستضافة مصر لهذه البطولة الهامة. أحمد أحمد في تصريح خاص للعيب. كان من الصعب تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت من الصيف، بالرغم من أننا في الدول الإفريقية الأخرى لا نشعر بأن هذا صيفاً في شهري يونيو ويوليو، لأن درجة الحرارة تكون أعلى من ذلك لدينا. ولكن الجميع يعلم أن هذا ناتج عن تعدد المناخ في قارة إفريقيا. كان هذا قراراً صعباً بالنسبة لنا في الاتحاد الإفريقي، لكن بجانب هذا كان الدور العظيم الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه البطولة على أرضه، حيث التزم بوعده في تنظيم البطولة في 5 أشهر تحديداً، والآن كل شيء تم على ما يرام بمجهود رائع. كل المنظمين القائمين على هذه البطولة والمكتب التنفيذي وشركاء الفيفا قرروا أن يتعاونوا جنباً إلى جنب لإنجاح هذه البطولة. أنتم تعلمون جيداً الحضارة الكبيرة وتاريخ دولة مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها البطولة، حيث هذه هي المرة الخامسة، وكانت المرة الأولى في عام 1959، والآن تنظمها في عام 2019. إذن رقم 9 هو رقم هام بالنسبة للمصريين.